كان من المؤكد أن أكذب الراوي أو أن أقول له بلغة أكثر تهذيبا لقد جنبت الصواب. فالقصة لم تروى من قبل حتى في المسلسلات المكسيكية أو أسوأ الأفلام الهندية إخراجا. في المشهد الأول النار ليست مذنبة، الأرض كانت خصبة وما زالت، والزرع قربان الشغف. وفي المشهدين الثاني والثالث خرجت الأمور عن السيطرة، فكيف ينتقل الراوي بين النار والبحر؟ وكيف تحكم 24 ساعة فقط على الموج بهذا القدر من الجنون؟ الربان بات عالقا بين كأس الشراع ونبيذ البحر، والبوصلة فقدت وجهتها، وهنا المرساة ترتجف في مكانها، والملح أنهك الحبال. كان من الممكن أن أقول كفى وأوقف الراوي عند هذا الحد، فلا أنا أبله لأصدق ولا هو صادق ليصمت، لكن الفضول دفعني لأطلب منه بكل أدب أن يكمل. فقد نما في داخلي شك بأن هذه الرواية مقتبسة عن أحداث حقيقية، فلعل ما أرجوه سوف يكون